لذلك احنا مخلصين من بدري، من اول امبارح المدينه بتهتم بالشهادات الاعلاميه، حتى الاعلام كانت موجوده من اول امبارح. عالمي فندم كل الدول، كل الدول المصريه لحد دلوقتي 80 دوله وعندك 16 هيئه بيقولوا احنا بنكسبهم، لان احنا بنستهدف دلوقتي في رؤساء الهيئات ورؤساء البرلمانات واعضاء ورؤساء الوزير لغايه 16 مليون. وتم يا فندم تسكين كل الوفود اللي بيجي بيسكن على طول، اللي بيجي بيسكن ما اعرفش مكانه فين وعربيته ايه وكل حاجه بيه. يعني احنا بنقول احنا اصبح عندنا كوادر فنيه وكوادر تستطيع ان تنظم اي مؤتمر دولي اقليمي محلي في العالم كله. مش كده، انا بقول احنا عاملين زي دعوه ان تكون مدينه شرم الشيخ هي مدينه المؤتمرات العالمي، لانها عندها الامكانيات والقدرات من حيث الجو ومن حيث يعني الاماكن السياحيه، من حيث المناطق اللي ممكن يجي يبتدي يحضر مؤتمره ويعيش حياته برضه ان شاء الله ليلا فيها نايت لايف بالليل. عايز اقول ان احنا عندنا كل المقومات انها تصبح مدينه السلام، مدينه السلام، مدينه مؤتمرات دوليه عالميه. طيب معالي المحافظ، في اشاره ان في اكثر من حاجه و80 دوله على مستوى العالم مشاركه، ممثلين وسلطات عاليه برلمانيه، رؤساء برلمانات وشخصيات برلمانيه رفيعه المستوى. هذا الكم الهائل من الشخصيات البرلمانيه العالميه